زقاق وحمام القرماني من المشيدات التي كانت وما زالت قائمة في محل الجوز الحدبة وسوق الخيل هو حمام القرماني، وهو حمام أثري ويقع بزقاق القرماني نفسه الواصل ما بين سوق ساروجة وبين ساحة وسوق الخيل، وأنا أعرفه شخصيا وشاهد عيان على وجوده بالمنطقة. ويقع حمام القرماني في زقاق القرماني بمحل السوق الخيل سابقا، ويحده جنوبا سوق العتيق المغدور، ويحده غربا سوق ساحة الخيل التي أزيلت وجامع يلبغة القديم المملوكي، ويحده شمالا البيوت العربية القديمة في محلة القرماني، ويحده شرقا جادة القبارين وباب الآغا. ذكرت بعض المصادر التاريخية أن تاريخ تشييد الحمام يعود إلى القرن الثامن الهجري، أي ما يوافقه القرن الرابع عشر الميلادي من العصر المملوكي في عام 740 للهجرة الموافق 1340 للميلاد، أيام نائب السلطنة المملوكية بالشام كتل بغى الفخري، والذي عزل بعد أشهر عن نيابته للسلطنة. فيما ذكرت بعض المصادر الأخرى أن تاريخ تشييده يعود إلى عام 693 للهجرة الموافق 1294 للميلاد لفترة الأمير سيف الدين أجرلي بغى العادلي والملقب بالسلطان العادلي. فيما تؤكد المصادر الباقية أن الحمام مشيد بالقرن العاشر الهجري، أي ما يوافقه السادس عشر الميلادي أيام الحكم العثماني محمد باشا القرماني، حين كان وزيرا للسلطان العثماني محمد خان الثالث. المهم، ذكر الدكتور صلاح الدين المنجد في خطب دمشق بسياق حديثه عن حمامات دمشق فقال: حمام القرماني عند سوق التبن حيث تباع الخضار والفواكه واللحوم شرقي جامع يلبغة، وماء هذا الحمام من نهري بانياس وتورا. أما الشيخ محمد القرماني وهو مشيد المسجد بزقاق القرماني بالفترة العثمانية كما ورد في كتاب ذيل ثمار المقاصد في ذكر المساجد للدكتور محمد أسعد طلاس، فقال: ولعل تسمية الحمام جاءت مطابقة لإسمه، أو هو المسجد والزقاق، ولعل الاسم تبدل بتلك الفترة وصار معروفا باسم حمام القرماني، أو لعله هو المشيد الفعلي والحقيقي للحمام، موضوع بحثنا هنا. ولعل هذه الوقفية هي وقفية الحمام والمسجد والطاحون التي زودني بها الأستاذ هاني سكرية المتخصص بالتاريخ العثماني، تثبت أن مشيد الحمام هو محمد جلبي القرماني والكائن تحت القلعة كما هو وارد في الوقفية الظاهرة المشار إليها. وتحت القلعة هي التسمية القديمة للمنطقة كلها والواقعة شمالي قلعة دمشق المحروسة. وهذه دعاية إعلانية للحمام في نهاية أربعينات القرن العشرين. اقصدوا الحمامات الملوكية الكائنة في سوق الخيل العتيق بمدخل زقاق القرماني، فهي مستكملة لأحدث الشرائط الصحية الفنية كتعقيم الكيس والليفة بالفورمول والسليماني وتبخير المقاعد والمناشف، وتجدوها في حمامات على الطرازين الشرقي وحمام تركي والأفرجوني بالبيكيدوش بارد وساخن، وذلك بالأسعار العادية. والجدير هنا بالانتباه أن الحمام يفتح أبوابه للرجال كل يوم من الساعة الرابعة يعني زوالية، يعني
يعني الساعة 8 صباحا إلى الظهر، وللسيدات من الظهر إلى الساعة 11. ويفتح مساء كل خميس من كل أسبوع خصيصا للموظفين، ويفتح مساء السبت من كل أسبوع لإخواننا المسيحيين، ويفتح مساء السبت والأربعاء للجميع طيلة الليل للسيدات فقط، ويفتح يوم مساء يوم الاثنين والثلاثاء والجمعة للعائلة التي تريد أن تغتسل لوحدها، ويفتح مساء ليالي الأعياد الطائفية بأجمعها لمن أراد أن يستحم. فهلموا إليه، والتجربة أكبر برهان. بشرى يوجد لدينا دائما برسم البيع دق بزر الزيتون وجفت الذي تعودت عليه العائلات، والتي تفضله دائما على دق الحم الفنادي. ما بعرف شو هدول. طبعا يتميز حمام القرماني بوجود 12 قبة إلى جانب القبة الكبيرة، وتعتبر من أكبر ويعتبر الحمام من أكبر حمامات دمشق مساحة، فتصل مساحته إلى حوالي 500 متر مربع. ويتميز بوجود بئر مياه خاصة بالحمام، حاليا جفت المياه، وله واجهتان فتطل الغربية على مكان سوق العتيق، وهي واجهة صماء وبها شباك معقود بعقد نصف دائري، ويليه من الجهة الشمالية باب فرعي يؤدي إلى ممر ضيق ثم إلى قاعة البراني، والواجهة الأخرى من جهة الجنوب وبها المدخل الرئيسي للحمام، وتمتد بطول حوالي 9 أمتار للطرف الغربي، وإلى جانبه دخلة ذات عقد مدبب مرتفع على مستوى الأرض، ويلي هذه الدخلة من جهة الشرق شباك، ويظهر فوق هذه الواجهة القبة الضخمة ذات القطاع نصف دائري التي تعلو قاعة البراني. وقد تضرر قسم منه الخدمي بفعل عمليات هدم منطقة السوق المحيطة به، إلا أن محافظة دمشق أنهت ترميم هذا القسم، والحمام صار صالحا للاستخدام بشكل تام، إلا أنه عانى من هدم الأسواق المتاخمة له مثل سوق الخيل وسوق القرماني وسوق العتيق وسوق التبن، لأن نشاطه الاقتصادي كان يعتمد بشكل أساسي على زبائن هذه الأسواق كما كان بالماضي. وهذه صورة جوية من الشمال، أي من جهة جبل قاسيون، إلى الجنوب باتجاه سنجقدار وشارع النصر ببداية ثلاثينات القرن العشرين، وتبدو المشيدات التي كانت وما زالت قائمة في محل جوزة الحدبة وسوق الخيل، وهو حمام القرماني داخل الدائرة الصفراء، وقائم بزقاق القرماني نفسه، والواصل ما بين سوق ساروجا وبين ساحة سوق الخيل. وقد اندرس هذا الزقاق وأزيل في بداية سبعينات القرن العشرين. من أجل شو؟ من أجل تنظيم المنطقة، وحرتوا وحرت الأسواق الأثرية من الخاصرة إلى الخاصرة، عند شق شارع جديد بخاصرة الشام هو شارع الثورة وشارع الاتحاد. وكان باب الحمام الرئيسي يطل على الزقاق مباشرة ومقابلا لخان الزيت المتاخم لسوق الخيل. هذه صورة جوية من الشمال، أي من جهة جبل قاسيون للجنوب باتجاه جادة السنجقدار. وهذا هنا مكان ساحة سوق الخيل وسوق العتيق يمين الصورة، وسوق علي باشا يسار الصورة، وفي المنتصف عند السهم الأصفر مدخل زقاق حمام القرماني وخان الزيت وصولا إلى سوق ساروجا. ونشاهد على اليمين سطح مدرسة الصنايع والفنون وسوق وبازار علي باشا الأثري بعد إزالته من المحلة بحجة تنظيم المنطقة، وظل مكانه فارغا رطحا من الزمن،
إلى أن شيد مكانه عمارة طابقية في منتهى القباحة مثل قازوق البحر في عين تلك المحلة. تعود بي ذاكرتي إلى بداية ستينات القرن العشرين عندما كنت في الصف السابع أو الثامن. كنت أمر من زقاق القرماني بحي سوق ساروجا قبل إزالته، والدنيا برد ومطر، متوجها إلى بيت جدي في حارة النوفرة بمحلة عين الباشا. كان هناك وجود قبر في الردة الخلفية لحمام القرماني، وكانت بجانبه عدة شجرات كبيرة وواحدة مظللة للقبر، أظنها شجرة زيتون أو شجرة كينة. فالصورة في ذاكرتي مشوشة عن نوع الشجرة بعد غياب المنظر عن الذاكرة لمدة 50 عاما، ولكني أتذكرها شجرة معمرة كبيرة. يقولون أن صاحب هذا القبر من أهل الكرامات، وتوقد له الشموع دائما وخاصة يوم الخميس، وجل الزوار كان من النساء وكانوا يقدمون له النذور، وكان عامة الناس يقصدونه ليتعالجوا وليعالجوا مرضاهم بقراءة القرآن الكريم. طبعا بعد ما كبرت وعرفت المنطقة، عرفت أن هذا القبر ينسب إلى الشيخ الشهيد محمد القرماني، ولكن بصراحة لم أتمكن من معرفة موته أو استشهاده، ولكنها من التواتر الشفهي أنه كان شهيدا. كيف؟ لا أعرف، ما بعرف. طبعا ظهر القبر للعيان بجوار الحمام بعد عمليات هدم البيوت المتاخمة لحمام القرماني، وهو اليوم قبرا مهملا ليس عليه شاهدة تدل على صاحبه، ولعل قبر لعله هو قبر الشيخ محمد القرماني، الله أعلم. وأرى هنا حمام القرماني قريبا وفريدا متفردا وحيدا في المنطقة بعد إزالة نسيجه العمراني والمعماري حوله، ومتاخما لمجمع يلبغة الأثري. نعم، مجمع يلبغة الأثري. إذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.